واهلا بكم في فيديو جديد ومحاضره جديده من كورس التحليل الفني وجيمي تريد. ويلا بينا نبدا على بركه الله. خليني الاول اقول لك مين فيبوناتشي ده. فيبوناتشي ده راجل اسمه ليوناردو بيزانو او ليوناردو فيبوناتشي. يبقى اذا الاداه دي اتسمت فيبوناتشي او مستويات فيبوناتشي راجعه للراجل المحترم اللي انت شايفه قدامك ده. فيبوناتشي ده راجل ايطالي كان يعني بيحب العلم كده سنه تقريبا 1179. الراجل ده نزل الهند وقال لك انا عايز اتعلم وبتاع وارقام وحكايات، مش عايز ادخلك في تفاصيلها، لكن الراجل ده كان بيحب العلم جدا. بعد كده نزل بلاد المغرب العربي وقعد يتعلم الارقام بتاعتنا، والحقيقه طلع راجل محترم لانه قال في الكتاب بتاعه ان الارقام دي اصلها عربي وان العرب ليهم فضل عليه والكلام ده كله، فكان راجل محترم الحقيقه. طيب ايه الارقام بقى اللي هو عمل منها المتسلسله؟ الارقام اللي انت شايفها قدامك دي عمل منها متسلسله اسمها متسلسله فيبوناتشي. يمكن ناس تفتكر حتى واحنا في المدرسه صغيرين كده كان يجيب لك الارقام اللي انت شايفها دي ويقول لك اكمل مكان النقاط، يعني يجيب لك مثلا مكان ال 21 دي فاضي ويقول لك كمل انت. متسلسله فيبوناتشي زي ما انت شايف 1 1 2 3 5 8 13. طب ايه الكلام ده؟ لو ركزت هتلاقي مجموع الرقمين دول هم ناتج اللي بعده، والرقمين دول هم ناتج اللي بعده. 1 1 2 1 و 2 3 2 و 3 5 3 و 5 8 5 و 8 13 8 و 13 21. اذا دي متسلسلة فيبوناتشي. طيب انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ الكلام ده هيفيدنا في التحليل الفني. والله لو انت عايز تنسى كل اللي انا قلته لحد دلوقتي في الفيديو ده انساه، مش هيفيدك في حاجة في التحليل الفني، لكن اللي هيفيدك هو الابداع والاعجاز اللي انت هتشوفه دلوقتي في الرقم اللي هيطلع لك لما تيجي تكتشف ناتج اسمة الرقم على الرقم اللي قبليه بداية من الرقم السابع في متسلسلة فيبوناتشي. هتلاقي ان ناتج الرقم 1,618 من 1000، ولو عكست قسمت الرقم الصغير على الرقم اللي بعديه هيطلع لك الناتج 618 من 1000. طب ايه الاعجاز في اللي انت بتقوله؟ لما تيجي تكتشف ان طول الهرم المصري للفراعنه بقى احنا كمصريين، طول الهرم على عرضه يدي لك 1,618 من 1000، الرقم المبدع ده. طيب لما تيجي تشوف ان لوحة الموناليزا ابعادها كلها مبنية بس على فكرة الواحد وستمائة وتمنتاشر من الف، وتيجي تكتشف ان في معابد كتير من المعابد الفرعونية مبنية على نفس الفكرة، اكتشفوا ان في اعجازات كتير في العالم مبنية على نفس الرقم ده. علشان كده اطلق على الرقم ده الجولدن نمبر، الرقم الذهبي. طيب احنا برضو هنستفاد ايه من كل اللي انت قلته ده في التداول؟ انا مش هستفاد حاجة في التداول من كل اللي انا قلته ده غير الرقم اللي انت شايفه قدامك ده 1,618 من 1000. الكلام ده انا هاخده معايا في مستويات فيبوناتشي لانه من الارقام المهمة جدا اللي ممكن تعملك الارباح اللي انت مستنيها. تعال بقى نخش في التفاصيل اللي هتفيدنا في التداول كمتداولين اكتر. تعال نعرف انواع الفيبوناتشي. انواع الفيبوناتشي في منه اشكال مختلفة كتير لكن كلها مبنية على نفس الفكرة ونفس المتسلسلة ونفس الارقام اللي احنا عرفناها مع بعض من شويه. فيبوناتشي اول نوع عندي هو الفيبو ريتريسمنت، وده اللي انا هتكلم عنه بتفاصيل اكتر لانه اكثرهم دقه واسهلهم كمان في التحليل ومعظم التريدرز بيستخدموه. الانواع الثانيه ممكن تحس من شكلها انها تكون معقده شويه، لكن في ناس بتعمل منها استراتيجيات كويسه لكن بيعتمدوا عليها هي لوحدها مع تحليلات اخرى. احنا نستخدم ايه؟ ممكن نستخدم نوع او اتنين من الفيبوناتشي لكن انا هكلمك عنهم وادي لك منهم نبذة، بعد كده ناخد الريتريسمنت ونتكلم عنه بالتفصيل. طيب الفيبو تايم زون وبعد كده الفيبو فان، ودي تقريبا بتكون شبه كده ايه يعني الناس اللي عارفة مروح جان دي قريبة منها شوية في الشكل. طيب الفيبو اركس وفي عندنا الفيبو تشانل وفي عندنا الفيبو اكستنشنز، ودي برضو من اقوى الحاجات اللي موجوده في انواع الفيبوناتشي. طيب خلينا نتكلم عنهم واحد واحد كده سريعا وبعد كده نتطرق للي احنا جايين عشانه. الفيبو تايم زون زي ما انت شايف بيعتمد على خطوط فيرتيكال، يعني خطوط طوليه كده
التريدرز بيقسم الشارت بتاعه للخطوط اللي انت شايفها دي، ويبتدي بعد كده يستخدم استراتيجية معينة مبنية على خطوط الفيبوناتشي. عندنا في الفيبو فان، ودي زي ما قلت لك شبه مروحة جان بالشكل اللي انت شايفه ده. في بعد كده النوع اللي بعد كده اللي هو الفيبو اركس. لو تلاحظ كلهم هتلاقيهم مبنيين على نفس الارقام اللي هي ايه، اللي هي ال 23 وال 38 وال 50 وال 61 و8 من 10%. وركز ان ال 61 و8 ده اللي هو ال 618، اللي هو الرقم اللي هيهمني وهتعرف مهم جدا ليه قدام في نفس المحاضرة دي ان شاء الله. طيب يجي بعد كده للنوع اللي بعد كده اللي هو الفيبو تشانل. الفيبو تشانل باختصار يعني الناس اللي بتعمل قناة سعرية لنفسها، يعني الناس اللي اتعلمت معانا لما جينا نرسم خط الترند كان عندنا قصاده ان انت ممكن تعمل كمان ترند والسعر بتاعك يمشي في قناة زي ما انت شايف كده، طالع نازل طالع نازل اختراقات. بيقول لك هنا ان الاختراقات بتاعتك دي اخرها القناة اللي بعدها وهكذا. دي برضو انا بشوف ان انت ممكن تعملها بنفسك بيكون افضل، يعني افضل من ان انت تكتر مؤشرات وتكتر مستويات على الشارت بتاعك، ما اعتقدش انه هيكون مريح لعينيك مع الوقت. فانا بشوف في حاجات ممكن استغنى عنها في فيبوناتشي، لكن اهمهم هو اللي انا هتكلم عنه. طيب الفيبو اكستنشنز برضو هيكون لينا قاعدة معاه في نفس المحاضرة دي. طيب خليني بقى ارجع للي انا جاي عشانه. انا دلوقتي قلت لك ان انا عندي كل دي انواع مختلفة من الفيبوناتشي، كلها بتستخدم نفس الارقام ونفس المتسلسلة. اذا لو انت استخدمت ده او استخدمت ده او استخدمت ده، كلهم هيأدوا لك نفس النتيجة او نفس الاستراتيجية، بس انت في الاخر استراتيجيتك ايه؟ يعني مين اللي يخدم استراتيجيتك هو اللي انت هتشتغل بيه. احنا هنشتغل بايه؟ هنشتغل باشهرهم الفيبوناتشي ريتريسمنت او الارتدادات. عايزين بقى نعرف اماكن التصحيح اللي بيحصل عندها السعر، وازاي نتنبأ ونتوقع او نحط التيك بروفيت بتاعنا علشان نبدأ نجني ارباح من استخدامنا للفيبوناتشي. كده احنا عرفنا معلومات سريعة عن الفيبوناتشي، خلينا بقى نطبق شوية عملي علشان نفهم الفيبوناتشي ريتريسمنت مع بعض. زي ما انت شايف السعر لما بيكون ماشي بيكون ماشي، ما بيمشيش في خط مستقيم، يعني مستحيل تلاقي السعر ماشي كده على طول، مستحيل، لازم يحصل تصحيح. طيب التصحيح ده اللي هو ايه؟ زي ما انت شايف السعر ماشي، ده صعود، برغم ان كل ده ترند صاعد لكن مستحيل يصعد في خط واحد مرة واحدة. اذا بيحصل له عمليات تصحيح، ادي السعر يطلع بعد كده يحصل له تصحيح فينزل الجزء اللي انت شايفه ده، ثم يطلع تاني، ثم يعمل تصحيح تاني عند المنطقة رقم 4 دي، ثم يطلع، ثم ينزل يعمل تصحيح، وهكذا انصؤن. هتلاقي على الشرط لازم وحتما ولابد يحصل تصحيحات. طيب الفيبوناتشي ريتريسمنت بيخدمني في الحتة دي ازاي؟ هو انه بيتنبأ لي او بيحدد لي اماكن الارتداد للسعر. يعني زي ما انت شايف الخطوط اللي موجودة قدامك دي مستويات فيبوناتشي. لما السعر طلع ارتداده كان منين؟ ارتداده كان من عند الخط ده، هينزل يرتد، هيرتد عند المنطقة دي، ثم يطلع تاني، ثم ارتداده هيكون على المستوى اللي بعده، ثم يطلع تاني وهكذا. لو كسر المنطقة دي هيطلع يجيب منطقة تانية او مستوى تاني بعدها، هنعرفه بالاكستنشن لما هنتكلم عن الموضوع ده عمل ان شاء الله في برضو نفس المحاضرة. طيب كل ده كلام نظري، عايزين احنا بقى نفهم الكلام ده بشكل عملي على الشرط، لان احنا مش هنيجي نتفرج على الصور والكلام النظري اللي احنا بنعمله ده، احنا عايزين شرط فعلي وعايزين نشوف الاسعار بتتحرك قدامنا وازاي ندخل صفقات سريعة باستخدامنا لخطوط او مستويات الفيبوناتشي. يلا بينا مع بعض نشوف الموضوع ده عملي.